بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء في يوم الخندق، جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق إلى آخره. هذا الحديث أيضا في بيان الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وكذلك أيضا عن تأخير الصلاة لعذر. فهذا حديث جابر يخبر أن عمر رضي الله عنه جاء يوم الخندق، طبعا كلهم كانوا في الخندق، وجودية الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق. طبعا الخندق كما أشرنا هي غزوة الأحزاب، وهي قيل في السنة الرابعة وقيل في الخامسة وقيل غير ذلك. وطبعا فيها حاصرت الأحزاب المدينة، والأحزاب مكونة من كفار قريش ومن محاربين من نجد ومن اليهود. وحفر النبي صلى الله عليه وسلم بإشارة سلمان رضي الله عنه الخندق، وهو من الجهة الشمالية بين الحرتين الشرقية والغربية، لأن المدينة كما معلوم من جهات الثلاث محروسة أو محفوظة بالحرات، من الصعوبة أن تأتي الخيل وتأتي الجيوش من جهات الشرق والجنوب والغرب، الشمال هو المفتوح. ولهذا وضعوا الخندق، وهو حفر كما هو معلوم لا تستطيع أن تتجاوزه الخيل أو تتجاوزه الدواب، سواء خيل أو بغال أو حمير أو جمال، ما لا تستطيع أن تعبر. فحفروا الخندق كما هو معلوم، والأحزاب حاصروا المدينة شهرا، حاصروها شهرا. معلوم أن سببها لأنها هي وقعت بعد بني النضير، حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير، وكان زعيمهم حيي بن أخطب ذهب إلى خيبر، ثم عاد ذهب إلى قريش، وحينما سألوه أينا خير هدي أم محمد، قال أنتم خير من محمد. وفيه نزل: ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فذهب هو إلى قريش يحضهم ويحثهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، فاستطاع حشدهم بهذه الحدود الهائلة. وذكرت في سورة الأحزاب، ذكر الحال التي عليه المؤمنون من الخوف وظنوا بالله وظهر النفاق وظنوا بالله الظنون، وكما صورتهم سورة الأحزاب. المقصود أن في أحد هذه الأيام من شدة
الحصار و يقظة المسلمين ووقوفهم حتى لا يصل إليهم الكفار أو يجدوا ثغرة، فكانوا مرابطين. ومنها في ذلك اليوم يعني لم يتمكنوا من صلاة العصر في وقتها، لأنهم كانوا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم أو حشى قلوبهم نارا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ومر معنا هذا في الحديث السابق. هنا يقول عمر رضي الله عنه: جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، بعد ما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش، والرسول لعنهم كما هو معلوم ودعا عليهم، وقال: يا رسول الله ما كدت أصلي العصر، ما كدت أصلي العصر، يعني أنه صلى العصر. كاد هذه، يقول النحويون أنها من أفعال المقاربة، من أفعال المقاربة، كاد وعسى وأوشك من أفعال المقاربة. وكاد لطيفة ما حقت معناها كاد وما كاد. كاد هي تدل على أن لا، هي ما كاد، ما كاد تدل على أن الشيء، أن الفعل حصل ولا وأوشك أن لا يحصل، كما قال الله عز وجل في بني إسرائيل: فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني فعلوا بس ما كادوا. ولهذا ألغز فيها بعضهم من الظرفاء من النحويين، قال النحوي: هذا العصر ما هي لفظة جرت في لساني سرهم وثمودي، إن استعملت في صورة النفي أو صورة الجحد، على روايتين، إن استعملت في صورة الجحد أثبتت، وإن أثبتت قامت مقام جحودي. إذا قلت كاد أن يفعل يعني أنه لم يفعل، وإذا قلت ما كاد أن يفعل يعني أنه فعل. فكاد أن يأتي يعني أنه لم يأتي، يعني تقول محمد كاد أن يأتي، أو محمد كاد أن يقع يعني أوشك ومطح وما سقط، لكن كاد. لكن لما تنفيها يأتي العكس: ما كاد أن يقع يعني أنه وقع، ما كادوا يفعلون أنهم فعلوا. وهذه من، طبعا من، لا شك أنها من يعني دقة اللغة العربية وسعتها وشمولها، وأيضا فنونها البلاغية الجميلة. هنا عمر رضي الله عنه يقول: يا رسول الله ما كدت أصلي، يعني أنه صلى، لكن نظرا لشدة الحصار والانشغاله مع المسلمين في مراقبة الكفار ومدافعتهم، يعني كانه قال: أوشك الوقت أن يذهب أو أن ينتهي وقت العصر وأنا لم أصلي، لكني صليت، لكنه كان متحسر لأنه صلى في آخر الوقت، أو أنه قد يكون أداها أيضا على جهة الخوف، فقال: ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. لاحظ هنا استعمل المنفي والمثبت، ما كاد، قال ما كدت أصلي وكادت، أي فهو صلى حتى كادت الشمس تغرب، يعني أنها لم تغرب، كادت يعني أوشكت. أيضا قالوا إن كاد لا تدخل عليه أن، يعني كاد أن تغرب، هو قال كادت تغرب، وهذا هو الفصل، لكنها جاء في رواية مسلم كادت أن تغرب، كاد، ولا هو في الفصيح لا تأتي أن، بخلاف عسى، عسى تدخل عليه أن، عسى أن يكون، وعسى أن تكره، بينما كاد لا تدخل عليه. لكنهم قالوا في رواية مسلم لأن كادت أن تغرب، قال إن هذه من رواية بالمعنى، وقد رواها، قد يكون لم، يعني الذي رواها لم يكن فصيحا نحو ذلك.
وإلا هي في مسلم موجود أن، والأصل أن كاد لا تأتي معها أن، ولهذا هنا قال كادت الشمس تغرب ولم يقل أن تغرب. المقصود أن عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما كدت أصلي العصر، يعني بمعنى أنه صلى حتى كادت الشمس تغرب، بمعنى أنها لم تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله ما صليتها. أيضاً هذا قال العلماء فيه جواز الحلف وإن لم يستحلف، جواز الحلف وإن لم يستحلف، لأن أحيانا الإنسان يعني قد يحتاج الحلف وإن لم يستحلف، إما لتصديق يعني ما 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 يريد، أو ليطمئن. والرسول هنا الحلف أراد أن يطمئن عمر، لأن عمر كان قلقا، كان قلقا لأنه صلى في آخر الوقت، فالرسول صلى الله عليه وسلم ليطمئنه وليهدئ من خوفه وروعه قال: والله ما صليت، فحلف. مع أن الأصل يا إخواني الحلف منهي عنه، كثرة الحلف منهي عنه، لكن إذا كان له مسوغ فلا مانع أن يحلف الإنسان. أيضا يجب أن يحلف إذا طلبت منه اليمين أمام القضاء، إذا طلب الرجال لا بد أن يحلف، لأن إن لم يحلف كما يقول العلماء يصير نكول، يقضي عليه القاضي، يحكم عليه القاضي بالنكول، بمعنى أنه يحكم عليه. فإذا توجهت إليه اليمين ولا يحلف يحكم عليه. فالمقصود أن الأصل هو النحي عن الحلف، ولا ينبغي أن يحلف، وخاصة الذين يعني يكونون في الأسواق ويروجون لسلعهم لا ينبغي أن يروجها بالحلف، وأشد منه نسأل الله السلامة إذا كان يحلف بالكذب. فهذا يعني لا شك أنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. منفقة يعني يروج، الحلف يمكن تروجها بالحلف، يمكن أن تروج سلعتك بالحلف لكن تمحق البركة. الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. ولا شك طبعا من الذين لا ينظر إليهم يوم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا عذاب الحلاف كثير الحلف، أو الذي يحلف على الكذب، صلى الله عليه وسلم كما قال الله المنافقين: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. فالحلف الأصل فيه أن يبتعد عن الإنسان وأن لا يعود نفسه كثرة الحلف، لكن إذا احتاج إليه كما هنا إما ليطمئن صاحبه أو ليؤكد ما صدر منه أو نحو ذلك فهذا لا مانع منه. ولهذا قال العلماء في هنا في قوله صلى الله عليه وسلم: والله ما صليت، وقالوا هذا فيه جواز الحلف وإن لم يستحلف، لأنه يريد توكيد الأمر أو يريد تطيب نفس صديقه أو صاحبه أو نحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان. بطحان يضبطه المحدثون بضم الباء وإسكان الطاء، بطحان، وهو وادي لا معروف بهذا الاسم في المدينة، معروف بهذا الاسم. اللغويون قالوا لا، يضبطون بفتح الباء وكسر الطاء، بطحان. اللغويون يضبطون بفتح الباء وكسر الطاء، والمحدثون يضبطون بضم الباء وإسكان الطاء، وهذا هو الأشهر، بطحان، وهو أسهل أيضا على اللسان وأخف من بطحان. وإلى اللغويون يقولون لا، نضبطها بطحان بفتح الباء وكسر الطاء، وهو وادي معروف. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأنا للصلاة، فتوضأ يعني النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فتوضأوا فصلى العصر بعدما غربت الشمس. يعني أن مرة معنا في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بعد المغرب،
صلاها بعد المغرب، وقلنا إن المقصود بعد وقت المغرب وليس بعد صلاة المغرب، صلاها بعد دخول وقت المغرب وليس بعد صلاة المغرب. وهذا يدل على أن الأصل في الفوائت أن تقدم، الفائتة تقدم على الحاضرة، الفائتة تقدم على الحاضرة إلا إذا خشي فوات وقت الحاضرة، إذا خشي أن يخرج وقت الحاضرة فإنه يقدم الحاضرة على الفائتة، أما إذا كان الوقت متسعا فإنه يصلي الفائتة أولا ثم يصلي الحاضرة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر بعد المغرب لكنه قبل صلاة المغرب، قال وتوضأنا لها فصلى العصر بعد ما غرب الشمس ثم صلى بعدها المغرب. إذن هذا يؤكد أن صلاة العصر بعد المغرب وقعت قبل صلاة المغرب، إذن هو صلىها بعد دخول وقت المغرب لكن لم يصليها قبل صلاة المغرب، هذا هو الذي يدل عليه هذا الحديث. نعم. باب فضل الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. نكمل في الحديث الماضي أيضا ذكر العلماء وهو لطيف جدا ومهم الحيل، وهو أدب النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه مع أصحابه وحرصه على تطيب خاطرهم. فحينما أقسم النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أنه ما صلى أراد تطيب خاطره كما قلنا، وهذا يدل على سمو خلقه صلى الله عليه وسلم. وهذا حقيقة يعني ينبغي المسلم أن يجتهد أن يكون على خلق. ترى يا أخواني الأخلاق تكتسب، ويقول الحكماء والأدباء العلم بالتعلم والصبر بالتصبر والأخلاق بالتخلق. فلا يعني حتى الغضوب مثلا أو أي إنسان يعني عنده ينقصه خلق حسن أو فيه خلق ليس حسن يستطيع أن يتخلص منه بالدربة والتدريب ومحاولة فعلا أن يصلح نفسه. وهذا أيضا من رحمة الله أنه أعطى الإنسان يعني القدرة على أن يحسن من أخلاقه. ولهذا حينما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من حال هذا الرجل أنه غضوب وأنه كثير الغضب، فقال له لا تغضب. ينبغي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له لا تغضب أنه كلفه ما يطيق وطلب منه ما يستطيع، وإلا في الشريعة ليس فيها تكليف ما لا يطاق، تكليف ما لا يستطيعه الإنسان أبدا. فحينما قال له لا تغضب وهو غضوب يدل على أنه قادر على أن لا يغضب، يعني أن الإنسان إذا كان على خلق سيء يستطيع أن يتخلص منه أو أن يخفف منه. وأنتم تعلمون أحيانا بعض الناس كما يقال قد يكون عنده ضغط عنده سكر ويذهب للدكتور يقول له أو الطبيب يقول لا لا لا, لا تزعل، يروح يقول في أحد ما يزعل يا دكتور؟ لا فعلا لا تزعل، يعني تستطيع أن لا تزعل، تستطيع أن لا تغضب.
بالتدريج وبالتدريب. بمعنى إذا طبعا نتكلم عن الغضب باعتباره أحد الأخلاق، ولا كل الأخلاق ممكن أن تتأسية أن تتحسن، والطيبة أن تكتسب. فمثلا الغضوب أو الذي عنده حدة وعنده غضب يستطيع بالتدريب أن يخفف. كيف؟ إذا حصل ما يغضبه إما أن يسكت ويعود نفسه على، وطبعا قبل أن يعود نفسه يثور مباشرة، هذا معروف، الحار وحاد الطبع يثور مباشرة، لكنه حينما يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب ويعلم أنه يمكن ألا يغضب يستطيع بالتدريب. بمعنى أنه إذا حصل ما يغضبه يسكت ويجمع نفسه، وإذا رأى أنه لا يستطيع يخرج، لا تجلس، أخرج من المكان ولو بضع ثواني أو دقائق، واستعد بنفسه الترجيم. والله يا إخواني فعلا يلاحظ أن الغضوب مثلا أو المحتد أو لما الإخوان يكون بينهم شدة في اختلاف على رأي ولا على قضية ولا مسألة ولا على حق من الحقوق، وقيل لأحدهم استعذ بالله من الشيطان الرجيم واستعاذ يهدأ. لأن الإنسان عجيب في خلقه، حالما الطبيعة البشرية حالما الإنسان يبتعد عن التفكير اللي هو فيه يخف كثير، على طول يخف، ينزل حدة الفوران أو حدة الفوران تزعل مباشرة. فينبغي الإنسان أن يعود نفسه أن إذا يعني حصل ما يثيره أو ما يغضبه عليه أن يتصرف. الأمر الثاني وهذا مهم جدا جدا هو أن الناس تظن أن الذي لا يغضب أنه متبلد. حتى ورد يعني نقل عن الشافعي أنه قال إن الذي لا يغضب حمار. لا ما ما يعني قد تقول يعني أنا إنسان لحم ودم ما أغضب، هو صحيح يعني القوة ليس في أن تغضب حقيقة، القوة ألا تغضب. لأن الناس أحيانا تظن أن الذي لا يغضب أنه ضعيف، هذا غير صحيح. الذي لا يغضب هو القوي، والذي يتسم بالرفق والهدوء هو القوي، والذي يملك نفسه هو القوي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالسرعة، السرعة بمعنى الذي يصرع الناس، سرعة فعلة بمعنى صيغة مبالغة، ليس الشديد هو الذي يطرح الناس ويحمل الأثقال وكمال أجسام كما يقال، لا، ليس الشديد بالسرعة، أنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولهذا غالبا الذي يملك نفسه عند الغضب لا يندم أبدا، بينما كثيرا ما يندم الغاضبون، يندمون كثيرا بل يخسرون كثيرا، يخسرون أموالا، يخسرون فرصا، يخسرون أصدقاء، ويخسرون أهيال، بل حتى يمكن يخسر زوجته، يطلق ويضيع. فمقصودي أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كما امتدحه ربه وإنك لعلى خلق عظيم، فكان من خلقه أنه كان يعني يراعي أصحابه ويطيب خواطرهم ويتلطف معهم، ولهذا قال لعمر والله ما صليت، بمعنى حتى لأنه جاء عمر قلق ويسب الكفار لشدة يعني قلقه على الصلاة وقلقه على تأخير الصلاة، قال لا أنا ما صليت والله ما صليت،
بمعنى لأن الحلف هنا يعطيه مزيد طمأنينة. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى وهو الإمام والقدوة والنبي ما صلى إذن يهدأ لسان. قال باب فضل الجماعة ووجوبها، يعني باب وجوبها أو فضل باب وجوبها. هذا الباب عقده المصنف لقضيتين أو عدة قضايا، منها بيان فضل الجماعة وفضلها على صلاة الفرد، ويعني أورد أحاديث يعني في فضل الجماعة كما سيأتي، وأحاديث تدل على الوجوب، كما أنه أيضا أورد أحاديث على 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 النهي عن منع النساء من المساجد، وأيضا عن السنن الرواتب كلها تحت هذا الباب. وأورد فيه ستة أحاديث، أورد فيه ستة أحاديث، منها ما يدل منها ما أراد به الشيخ بيان فضل صلاة الجماعة على الفرد أو الفذ، ومنها طبعا الجماعة هنا جماعة الفرائض وجماعة الجمعة وجماعة العيد أو العيدين، والوجوب وجوب الجماعة، وعلى الإذن أن لا تمنع النساء من الصلاة في المساجد وسنن الرواتب. طبعا الجماعة صلاة الجماعة أو حتى حقيقة يعني هذا عجيب من خصائص ديننا وكماله، ويعني أنه يعني لصالح البشرية ولصالح المسلمين، منها الجماعة. الإسلام حريص على 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 اجتماع الأمة، وحريص على بعد كل ما يؤدي النفرة بشكل عجيب، نصوص القرآن والسنة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على على جمع أصحابه وجمع والتنفير من كل ما يسبب الفرقة ويسبب التباعد، هذا الإسلام يحاربه محاربة تامة، ويحب جمع الكلمة بشكل يعني ملفت تماما. تأتي الصلاة مظهر عجيب في الحرص على اجتماع المسلمين. حينما تنظر في الصلاة، وهي طبعا هي كما مر معنا في أول الحديث أنها أفضل، هي أهم شرائع الإسلام بعد الشهادتين. الصلاة أهم من الصيام وأهم من الحج وأهم من الزكاة وأهم من كل ما عدا الشهادتين، ولهذا هي في اليوم والليلة خمس مرات. خمس مرات يعني انظر حرص الإسلام على اجتماع الناس. الصلوات الخمس هذه لأهل الحي، ولهذا مساجد المسلمين الحمد لله في كل حي مسجد أو مسجدين أو ثلاثة على حسب سعة الحي وكبره وكثرة سكانه، ويجتمعون خمس مرات. يعني تصور فعلا مسلمون ملتزمون بآداب دينهم وأحكام دينهم يتجسد في الصلاة. أولا كما تعلمون من آداب الصلاة أن يتطهر ويأتي بسكينة ووقار، يعني يأتي متهيئ تهيؤ عجيب، ويلتقي بإخوانه في اليوم خمس مرات. ما آداب صلاة الجماعة؟ الانتظام في الصف، الهدوء، الدعاء، الخشوع، تسوية الصفوف، لينوا في أيدي إخوانكم، كلها آداب يعني 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 تربي على أخلاق الجماعة، على أخلاق الجماعة وكيف يجتمعون. ولهذا تأتي المساجد الصغيرة، مساجد الصلوات الخمس يجتمع فيها
كل الحي من الرجال ومن بعض النساء، أكل النساء مسموح لهن كما هو معذون، لكن المرأة غالبا ليس مطلوب منها في الصلاة كما هو مطلوب في الرجل في الجماعة، لكن لكنها تحضر أيضا. فيأتون بهذه الروح الجماعية وبهذه الآداب الاجتماعية من هدوء وسكينة وطهارة وأدب وألفاظ وذكر ودعاء وخشوع وحسن التقاء. تأتي جماعة أكبر وهي الجمعة. الجمعة تقريبا إذا كانت البلدة صغيرة كل البلدة مسجد واحد كل أسبوع، تصور كل أسبوع. إذا كان الأحياء كبيرة طبعا الجوامع كما هو معلوم في بلاد المسلمين على قدر كثرة السكان، لكن مهما كان يبقى صلاة الجماعة الفرائض الخمس دائرة أصغر، دائرة الجمعة أكبر. دائرة اجتماع الجمعة عجيب، اجتماع الجمعة عجيب. يأتي الإنسان أيضا بسكينة ووقار إلى أخي، لكن أيضا يأتي لا يتخطى الصفوف وينصت، ويعني يأتي الإمام ويلقي كلمته أو خطبته بنوع من التوجيهات النبوية أن لا يطيل، ويجب على الحاضرين جميعا أن ينصتوا إنصاتا تاما وجوبا، يجب الإنصات ولا 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 يتكلموا إلا الإمام ومن يكلمه. وهذا أيضا حتى هذا دليل على 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 أدب الجماعة، أن ينصتوا وإمامهم يقدم كلمته أو موعظته ويوجه أيضا إن وجد أحدا مثلا قائما أو قاعدة يتحدث يسكته، أو يقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل اجلس فقد أذيت. وأيضا لو أن أحدا من المأمومين أراد أن يكلمه له أن يكلم الإمام فيكلمه بأدب والإمام يرد عليه، بمعنى صح التعبير أدب الاجتماع. طبعا الكلام على أدب الاجتماع يطول، وإذا أردتم يعني تنظروا في هذا انظروا آيتين، آية سورة النور وآية في سورة النساء. سورة النور في قول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأن فأذن لما اجتمع. يعني هذا ترتيب اجتماع عجيب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع، يعني مجتمعين لقضية، قل مؤتمر، قل إدارة الاجتماع على طاولة، قل ما شئت من أنواع الاجتماع، أنه على أمر جامع اجتمعوا ليتدارسوا أمرا بشكل جماعي. ما هي آدابه؟ إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. فلا بد من حين حول الاجتماع أن يكون لرئيس الاجتماع مكانته حتى يدير الاجتماع ويضبطه، وأيضا حتى يخرج بالفائدة. أما إذا كان تشويش أو كان يخرج من شاء متى شاء ويدخل متى، هذا ما صح. إذا كان لم يذهبوا حتى يستأذنوا. ثم قال إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. ما هذه التربية؟ من علامات الإيمان الاستئذان. كون المسلم يستأذن هذا دليل أنه يؤمن بالله ورسوله. انظر مرتبة الاستئذان أين وصلت. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. ثم قال فإذا استأذنوك فأذن لما شئت منه.
ما معنى هذا؟ معناته حينما يستأذن لا يلزم الرئيس أن يأذن له، لا، لأنه لو استأذن لابد أن يأذن، ما صار استئذان. الاستئذان أن يكون للرئيس صلاحية، إيه ولا لا، اجلس ولا قم. أما لو كمان استأذن يقوم، ما صار استئذان. وهذا تربية، بمعنى أنك يجب في نفسك وخلقك أن الرئيس إذا قال اجلس ولا يكون في صدرك حرج، لأن هذا من الإيمان بالله ورسوله. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منه، ثم قال واستغفر له الله. هذا خلق عجيب، لأن الاستغفار يدل على أن هناك نقصا وأن هناك خللا، سواء في الاجتماع في النفوس إلى آخر. على كل حال الكلام في هذا يطول. الآية الثانية آية النساء في قوله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا ترتيب في المسؤوليات، ترتيب في إدارة الأشياء التي تهم الجماعة. الكلام في هذا يطول، لكن لما نتكلم كلمتين ولا حاجتنا لهذه الآية ودلالاتها في هذا العصر من أشد الحاجات. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، بمعنى طبعه في كل أمور، لكنه ذكر الأمن والخوف لأن هي غالبا أكثر ما يدور، بمعنى أمر أمن بمعنى الإيجابيات والأشياء البنائية، أو الخوف الأمور السلبية والأشياء اللي يخاف منها. يعني بمعنى ولا يكاد حياة المجتمع إلا بين أمن وخوف. وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أدعوا به، ما كان. ومع الأسف حينما ترى أدوات التواصل ترى عجيب من البربرة ما لا داعي أبدا. ولو ردوه إذا رسول في حياته وإلى أولي الأمر منهم بعد وفاته. أولي الأمر طبعا أولي الأمر سواء الإمام الأعظم أو من كل ذي مسؤولية، إن كان وزيرا، إن كان مدير عام، إن كان مدير مدرسة، إن كان كل ذي مسؤولية هو من أولي الأمر، كل صاحب مسؤولية هو من أولي الأمر في حدود مسؤوليته وصلاحياته. فيرد الأمر إليه، ولحظة التدرج، ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. فالمطلوب منا كشعب أو كعامة أن نرجع الأمر إلى أهله ونعيده إلى ولاة الأمور. ولاة الأمور قضية القرار وقضية وين صح ليست مسؤولية لها. ليش؟ الله يقول أولو الأمر عندهم المستنبطون إذا لعلمه، ما علمه أولو الأمر، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأولو الأمر عندهم مستشارون، عندهم المختصون، عندهم الخبراء، عندهم. فولي الأمر أنت، كل الأمر إليه، أعطي المسؤول ما شغلك. ولي الأمر طبعا المعلومة أن ولي الأمر ليس متخصصا في كل شيء، عنده مستشارون، إن كانت مالية، اقتصادية، عسكرية، سياسية، دينية، شرعية، اجتماعية، تربوية، تعليمية، هو عنده. ولا لا 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 ليس 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 مفتيا في كل شيء، ولا يتخذ القرار من ذات نفسه، لا، هو يختار، يتخذ القرار بناء على الذين يستنبطونه. إذن هذه ترتيبات الاجتماع. وعلى كل حال نكمل في الجلسة القادمة إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.